السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم استاذ احمد خلف، مدرس علمي الاحياء، والنهارده فيديو جديد لثالثه ثانوي. النهارده هنعيد شرح الجهاز الهيكلي في كتاب المدرسه، وقلت لك ده يعتبر من اهم الفيديوهات، لان احنا مش هنسيب سطر في كتاب المدرسه الا نكون ايه مذاكرينه وشارحينه ومفصصين كل كلمه فيه. فيلا بينا نعيد من تاني شرح الجهاز الهيكلي. يلا بينا. الجهاز الهيكلي في الانسان، قلنا الجهاز الهيكلي في الانسان يعني جهاز مستر، يعني مجموعه من المكونات مع بعضها البعض، شبه الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي بيتكون من فم، معده، امعاء، مريء، بلعوم. نفس الكلام بالظبط الجهاز الهيكلي قلت لك بيتكون من عده حاجات. كم حاجه مستر؟ خمس حاجات. ايه هما؟ الهيكل العظمي، الغضاريف، المفاصل، اربطه، اوتار. يبقى الجهاز الهيكلي بيتكون من كم حاجه مستر؟ خمس مكونات. يبقى يتكون الجهاز الهيكلي، الجهاز ده الحاجه الكبيره، من الهيكل العظمي، 2 غضاريف، 3 مفاصل، 4 اربطه، 5 اوتار. كم حاجه دول يا مستر؟ خمس حاجات. اول حاجه قلناها الهيكل العظمي، وده عباره عن كم عظمه؟ 206 عظمه، والكل عظمة شكل وحجم. ليه مختلفة مثلا؟ عشان يلاقي من الوظيفة اللي بيقوم بيها. قلت لك زي الجمجمة، العظام بتاعتها دائرية ومجوفة عشان تحمي المخ، القفص الصدري مخروط الشكل عشان يحمي القلب والرئتين، العمود الفقري عنده قناة عصبية عشان تحمي الحبل الشوكي. فكل عظمة ليها شكل مختلف وحجم مختلف عشان تقدر تلاقي وظيفة حلم. ويتكون الهيكل العظمي من محور يعرف باسمه يا مستر؟ العمود الفقري. قال لك العمود الفقري ده عبارة عن كم فقرة مستر؟ 33 فقرة، قسمناهم لخمس مجموعات. يلا بينا. قال لك يتصل العمود الفقري من أعلى، من أعلى بيتصل بيها مستر؟ بالجمجمة. ويتصل في منطقة الصدر بيه يا مستر؟ بالقفص الصدري والطرفان العلويان عن طريق الحزام الصدري، اهو اللي هو بوظيفة عظام الكتف اللي هناخده بعد كده اللي هو الحزام الصدري. اما الطرفان السفليان يتصلان بالعمود الفقري من اسفل بواسطة عظام الحوض. ويطلق على العمود الفقري وعظام الجمجمة والقفص الصدري باسم الهيكل المحوري. يعني ايه الكلام ده مستر؟ يعني قسمنا الهيكل العظمي لجزئين، هيكل محوري موجود في المحور اللي هو الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري اللي هو موجود في المنتصف، بمعنى اصح اللي هو تلاقي منه حاجة واحدة بس. الجمجمة هل عندك جمجمتين؟ لا. العمود الفقري هل عندك عمودين؟ لا. القفص الصدري هل عندك عمودين قفصين؟ لا. تمام. اما بقى الهيكل الثاني او الجزء الثاني من الجسم اسمه الهيكل الطرفي، لان عندي طرفان علويان طرفان سفليان. الطرفان العلويان بنربطهم بالحزام الصدري، الطرفان السفليان بنربطهم بالحزام الحوض. اما الاحزمه والاطراف الاربعه يطلق عليهم الهيكل الطرفي. طيب عدد عظام الهيكل المحوري كم عظمه مستر؟ 80 عظمه. طب الطرفي كام مستر؟ 126 عظمه. حلو. الهيكل المحوري، قلنا الهيكل المحوري ده عبارة عن ثلاث حاجات المحور، جمجمة، عمود فقري، والقفص الصدري. تعال نكمل. الهيكل المحوري، قال لك الهيكل المحوري يتكون من أول حاجة معانا وده الأساس بتاع المحور هو العمود الفقري. قال لك العمود الفقري يتكون من 33 فقرة تقسم إلى خمس مجموعات، وتختلف المجموعات في الشكل تبعا لمنطقة تواجدها. يعني ايه الكلام ده مثلا؟ يعني عندي سبع فقرات عنقية متمفصلة. يعني ايه متمفصلة؟ يعني كل فقرة منفصلة عن التانية، فتعمل لي كام عظمة مثلا؟ سبع عظام. حلو. وبتكون متوسطة الحجم. بعد كده 12 فقرة ظهرية متمفصلة أكبر من العنقية في الحجم، متمفصلة يعني كل فقرة منفصلة عن التانية، فتعمل لي كام عظمة مثلا؟ 12 عظمة. حلو. بعد كده خمس فقرات قطنية ودي متمفصلة يعني منفصل، يعني كل فقرة منفصلة عن التانية، تعملي كم فقرة مستر؟ كم عظمة؟ خمس عظام. كده كم عظمة؟ 24 عظم. حلو. قال لك الفقرات القطنية موجودة في منطقة البطن. حلو. بعد كده الفقرات الملتحمة، أول حاجة خمس فقرات عجوزية، دي بتكون عريضة ومفلطحة وملتحمة معا. يعني ملتحمة معا؟ يعني كل الفقرات مجتمعة في عظمة
واحدة. حلو. بعد كده أربع فقرات عصعصية بتكون صغيرة الحجم وملتحمة معا، يعني ملتحمة يعني يعني في عظمة واحدة. كده كم عندي عظمة مستر؟ 26 عظمة. حلو. حيث يعمل العمود الفقري كدعامة رئيسية للجسم لأنه بيربط الجسم كله. 2 حماية الحبل الشوكي. 3 يساعد في حركة الرأس والنصف العلوي من الجسم. يبقى العمود الفقري بيعمل لي 3 حاجات. أول حاجة دعامة رئيسية للجسم. 2 يعمل على حماية الحبل الشوكي. 3 يساعد في حركة الرأس اللي هي الجمجمة والنصف العلوي للجسم عن طريق الفقرات القطنية. تمام. تركيب الفقرة العظمية. قلنا الفقرة بتتكون من أول حاجة مستر جزء أمامي سميك اللي هو جسم الفقرة. يبقى تتكون الفقرة من جزء أمامي سميك اللي اسمه جسم الفقرة. يتصل به من الجانبين نتوءان مستعرضان. اسمهم ايه؟ نتوءان مستعرضان، يعني زوائد عظمية اللي هو النتوء اللي هما النتوءان المستعرضان. كما يتصل به من الخلف حلقة عظمية اسمها الحلقة الشوكية. ادي اهي الحلقة دي، قلت لك ده كده امام وده كده خلف. هنا من الخلف يتصل به الحلقة الشوكية وتحمل زائدة. يلا بينا. اول زائدة عندي اسمها نتوء شوكي. النتوء الشوكي عنده نتوئين اسمهم خلفيان لان دول موجودين من تحت وسفليان، والنتوئين المستعرضين عنده نتوئين اماميان اسمهم نتوئان اماميان علوي اسمهم نتوئان اماميان علويان. يبقى انا كده عندي كام نتوء مستر؟ 7 نتوءات او 3 نتوءات مزدوجه. تمام. ده كده كان مستر تركيب الفقره. ركز بقى معايا معلومه مهمه جدا جدا. اشكال الفقرات كتاب المدرسه رسمها ولكن لم يذكر معلومه عنها. طالما جايب لك رسمه اكنه بيقول لك ان دي عليك. فهنا مدي لي كام شكل للفقرات العنقيه؟ 3 اشكال للفقرات العنقيه. الظهريه شكل واحد، القطنيه شكل واحد، العجوزيه شكل واحد، العصعصيه شكل واحد. يبقى انا كده عندي كام اشكال للفقرات؟ 7 اشكال للفقرات. يا مستر هو ما قاليش معلومه بس جايب لك في الرسم، فطالما الرسمه موجوده يبقى دي اكنها معلومه عليك. يبقى عندي 7 اشكال للفقرات، 3 منهم للعنقيه. فاكبر عدد من الاشكال يوجد في الفقرات العنقيه، اما كل مجموعه عندها شكل. حلو مستر؟ حلو. طيب اكبر العظام وبتكون عريضه ومفلطحه هي الفقرات العجوزيه. أكبر العظام المتمفصلة الفقرات القطنية. تمام. طيب الفقرة التي تتحمل ضغط هي الفقرات القطنية. تمام. ده كده كان مستر الهيكل العظمي. خدنا منه العمود الفقري، ده المركز الرئيسي اللي بيدعم الجسم، بيحمي الحبل الشوكي ويساعد في حركة الجمجمة وحركة النصف العلوي من الجسم. كده نكون خلصنا حصة النهاردة. أشوفكم في فيديو جديد على خير. كان معكم مستر أحمد خلف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.